لكل متابعينا في اليوم السابع. دايما حديقة الحيوان بتسوق بحديقة الأسرة والطفولة قبلة الأطفال. هنا بتشوف حاجات كتيرة، تشوف تعابين، تشوف صقور، تشوف هنفرجكم. لكن بمجرد ما يدخل الطفل ويلقى ده قدامه من الوهلة الأولى بيخاف. 4 متر تعبان، 4 متر بالشكل ده. ولكن بعد ما يهدى الطفل بيطمنوه ويبدأ يقرب ليه. ازيك؟ ايه نوعه ده؟ دي أصالة شبكية. أصالة شبكية. الطول كام؟ قد ايه؟ 4 متر. 4 متر. القرد اسمه ايه؟ بقول لك ايه؟ اسمك ايه؟ كنت اسمك ايه؟ القرد اسمه ايه؟ ازيك يا محمد؟ ايه رايك في التعبان ده؟ على خلي كده يا عمو. ما تخافش. ايه رايك بقى؟ كنت خاف منه؟ هو في سم؟ لا. هو في سم؟ لا ما فيهوش سم. هو السن ما تخافش. السن بيخاف. لا هو ده السن اللي بيشم بيه. انت خاف منه؟ ايوه كمان قر. ما تخافيش. تعالي 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 شوف هو ماسكه اخوك اهو. ده انت مرعوبه منه. تعالي حطي لي بالك. ايوه ده انت اتجرأت. ده انت اتجرأت. ده انت اتجرأت ومسكته. مش خايف منه؟ قال له لا مش خايف. لا ما فيهوش سم. هو بيطلع لسانه كده. هو بيطلع لسانه كده. شوف لما يفتح بقه. شوف بقه عامل ازاي؟ قال لا. شوف فتح بقه ازاي؟ ده انت مش خايف اهو. ده مش سام. ده عاصب. 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 عاصر بيعصر الفريسه وبعد كده. ايوه ايوه العاصر هو ده. هو ده العاصر. بس طبعا ده مش يعصر بني ادم، يقتل بني ادم. كلام من ده. ارنب. كلام من ده. ارنب. لا مش 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 مش, مش بني ادم. مش شرس مع بني ادمين يعني. لا اصل احنا لسه مصورين النهارده مع نوعيه زي دي، بس نوعيه تانية. العاصر برضو ده بيعصر بني يعني بني ادمين بقى لو مسكهم. الاحجام الكبيره جدا. ايوه بالظبط بالظبط. الحاجات دي لاش. الحاجات دي لا. ده بقى صاحبك اهو لسه برضو. قول لي بقى انت 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 كنت خايف منه دلوقتي؟ دلوقتي لا. دلوقتي مش خايف منه. تعال انت تعال ما تخافيش. لا خايف من غالي يا بابا. ما تخافيشي ما تخافيشي. من عند راسه. لا لا هي خلاص هي تعال. ما هو اذا كان اخوك. ايش اخوك ده؟ لا طب تعالي من عند. مش اخوها. تعالي ما تخافيش اهو. ما تخافيش والله حلو اهو. واحده واحده. لا اهو اهو تعالي تعالي. لا خلاص. هي لا وزنه قد ايه ده بقى؟ ممكن 30 كيلو. لا وانت شايف 30 كيلو الله. ده انت بتبوس ما شاء الله. لا بيودعوا بيودعوا بيودعوا. والله العظيم كويس. ايه بقى الحيوانات الباقيه الثانيه الموجوده؟ موجود عندنا نسانيس. نسانيس. شوف نتفرج كده على نسانيس العبلنجي. ده نسناس عبلنجي. تعالى رايح فين؟ خد تعالى ما شاء الله. اثنين اهو. في ثاني كمان. في ثاني.
انا عايز امسك في ايدك. تعالي وربنا ما تخاف. تعالي بس هاتي ايدك بس هاتي ايدك ما تخافيش. قلبك انا بنتي كانت زي كده. ما تخافيش وربنا. جمدي قلبك يا مار. جمدي قلبك. ده البتاس. ده ايه؟ بتاس. البتاس. صعب نفتح طبعا. لا ممكن نخش له بعدين بس مش مربوطين ان هم يطلعوا بره. اه. وده عبلنجي. ده عبلنجي. ما شاء الله. طبعا اكتر حاجه بيقبل عليها الاطفال ايه؟ النسانيس طبعا عشان بياكلوهم الكلام ده. النسانيس عشان بياكلوهم. اه بيلعبوا معاهم النعام برضه. ده الثلاثي المرح ده ولا ايه؟ بياكلوا ايه بقى؟ سوداني وفاكهه. بياكلوا سوداني. سوداني وفاكهه. جزر. لا تعال تعال خد خد. ما انت ما انت طالع وبتعمل صوت اهو اهو. تعال تعال مش فالح بتعمل صوت. مش فالح بتعمل صوت انت. دي النسانيس اللي موجوده. بحديقة الحيوان هنا ب كفر الشيخ. اه ودي التعبانة. ايه الصوت اللي انت بتعمله بقى؟ كمان غير النسانيس في حاجات كتيرة. تيجي نتفرج. دي النعامة اهي ما شاء الله. ده النعام. في ثلاث نعامات. طب ما تيجي نشوف التمساح. التمساح جوه بره. التمساح فين؟ جوه جوه بس هو قاعد في البركه بقى بتاعته. كان شويه جوه جوه يا استاذ محمد. جوه هناك. لا ده انا هدخل له. زي ده انا هدخل له ما انا سايبه. لا ده هم قافلين. ندخل له عشان نشوفه. جندي. هي دي بقى اللي كان عندنا منها بس صغيره. ايه دي؟ ايه دي؟ هي لا سحل. اه هي دي. دي لو شربت ميه على فكره بتموت. ايوه في الترسه بقى اللي هي اللي حتى عندنا حاطين لها ميه. ايه ده؟ اه ال ال بتاع ده؟ لا بعيد. لا بعيد بعيد. اه بره؟ ده من اللي بره. اه ده ايه ده بقى؟ الله السلحفه دي. ده عمرها قد ايه دي؟ ده اتنين. ده هنا في اتنين. بس دي كبيره صح؟ ده اتنين. ده اتنين. لو حبينا نحركهم ولا؟ لا هما بالليل بيبقى زي خمول. بالليل بيكونوا في خمول. تمسح بقى فين؟ اه هو ده. ده التمساح. ده التمساح. كل متابعينا في اليوم السابع هنلعبوا شوية. ده التمساح. اه خد صواميخ حتى انا بجيب. ده اسم البقعه دي؟ بشاروش. البشاروش. ليه الاسم التاني فلامينكو يا جندي؟ بشاروش فلامينكو؟ اه. الله هنا. ده التمساح. ده صغير ده. ده صغير. انتوا ده محطوط سمك عشان ياكلوا ولا ايه؟ بياكل سمك واكله سمك. ده التمساح. طب
وما بتدخلوش حد جوه هنا؟ لا مفيش حد بيخش. علشان هو الحاجز السلكي بس عشان منع الضرب. اللي زي ده ياكل ايه؟ ياكل في الطبيعه سمك بس. في الطبيعه سمك لكن ما يهاجمش انسان. لا لا لا. صغير عزب. لان حجمه صغير. ما شاء الله. اكبر حاجه بيقبل الناس بتقبل عليها ايه؟ هو ما شاء الله على كل حاجه. لسه معاكم كل متابعينا في اليوم السابع من حديقه الحيوان. من حديقه الحيوان هنا في حديقه الاسره والطفوله بتسوق. ادي التمساح زي ما انتم شايفينه كده. هنشوف بقيه الحيوانات اللي موجوده في حديقه الحيوان هنا. هنشوف النعام. هنشوف النعام ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. النعام بقى بياكل ايه؟ بياكل ايه النعام؟ ليه عليفة؟ ليه عليفة خاصة بيه؟ ما شاء الله. في أطفال ممكن تركب عليه ولا دول صغيرين؟ ما شاء الله. ماشي. أنت ناوي أنت عايز تطلع ولا إيه؟ ده بيلعب على القفل. بيلعب على القفل ولا انت عايز تهرب؟ يا سبحان الله ما شاء الله. ما شاء الله. ماشي يا باشا. ايه عندنا تاني من الحيوانات؟ الحصان. بنتابع معاكم كل متابعينا في اليوم السابع من داخل حديقة الحيوان بتسوق. ده الحصان الصغير اهو. حجمه صغير. ده حيوان. ده الحصان حجمه صغير زي ما انتوا شايفين كده. ده اللي هو الحصان البني. اسمه الحصان البني. بني بني ما يكبرش عن كده. لا ده حجمه كده بس. هو كده بس. طبعا ده الاطفال بقى ايه بيركبوا عليه. بيركبوا عليه. ما شاء الله. ليه السرج بتاعه والحاجه بتاعته؟ ليه السرج بتاعه والحاجه بتاعته؟ عشان يركبوا الاطفال عليه. السرج بتاعه. ده السرج ده. ايوه خلاص. خليه على مهلك. على مهلك. على ظهره كده والاطفال بيركبوا عليه. ما شاء الله. ماشي. لسه معاكم كل متابعينا في اليوم السابع ونحرككم. ايه مالك؟ انا معاك اهو. انا خليك بقى. ايه؟ لا الصقر فين صح؟ ده الصقر كل متابعينا في اليوم السابع. الصقر العقاب. ده صقر العقاب. ده الصقر. نزله تحت. طبعا بتكون حريصة لما تدخله. ادي كلها مبتدئة. ادي كلها مدربة ان انا
مدربينها. ما شاء الله ما شاء الله عليك. ماشي، اخر حاجه هنفرجها لحضراتكم كل متابعينا في اليوم السابع، الغزلان. انت شايك ليه؟ الغزلان اللي هي موجوده اهي، اخر حاجه هنفرجها لحضراتكم كل متابعينا في اليوم السابع. كل متابعينا في اليوم السابع، كان معكم محمد سليمان مدير مكتب اليوم السابع بكفر الشيخ، بنفرج لحضراتكم حديقة الحيوان واللي فيها من حيوانات كتيرة. الايه؟ الايمو ده نعام استرالي. الايمو القرد الكبير ده برضو انا والله. اه ده القرد الكبير ده. اه بس هو ليه اسمه ده القرد الكبير. زوجته التانيه اللي موجوده هناك دي في الجنب برضه ما شاء الله. ده كده خلاص كده كويس تمام. شكرا تعبناك معانا. تسلم حبيبي. شكرا كل متابعينا في اليوم السابع، يعني جوله في حديقه الحيوان هنا في حديقة الأسرة والطفولة بي دسوق. ده انت قاعد جوه ال مريح. ده انت رايق وفايق. ده انت رايق وفايق وربنا جوه الكاوتش كده متعلق ومية مية. كل متابعينا في اليوم السابع شكرا لكم. كل متابعينا في اليوم السابع داخل حديقة الأسرة والطفولة، كان معكم محمد سليمان مدير مكتب اليوم السابع بكفر الشيخ.